ننتقل بقى بعد كده للجان العليا بالنادي الاهلي برئاسه طبعا المهندس وليد مبروك. لجان النادي يعني في دورتها الماضيه بجد، واحنا عرضنا ده بشكل برضو مستمر في البرنامج، عملت جهد كبير جدا وكان ليها انشطه كتير واتكلمنا عنها، من فعاليات رياضيه، انشطه فنيه، ثقافيه، مسرح، باليه، مهرجانات، يعني كل ده كان موجود، ده غير الانشطه الخاصه طبعا لملف ذوي الهمم، الملف يعني يمكن التركيز عليه شيء اعتقد اساسي وشيء انساني وشيء مهم وشيء بيدينا دفعة، يعني أعتقد كل دي حاجات كانت محترمة بتقدمها اللجان بالنادي الأهلي. خلينا بقى نعرف كمان الدورة الجديدة الفعاليات فيها إزاي، وهيجري تشكيل كمان اللجان واختيار الأعضاء، ونتكلم هنا تقريبا في 700 متقدم من أعضاء النادي الأهلي عايزين يشاركوا في أنشطة اللجان، على فكرة ده رقم مش بسيط أبدا يعني. طيب إحنا على كل حال خلينا نعرف يعني المزيد من التفاصيل، ونروح معانا على التليفون المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي. يا باشمهندس وليد صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم. والله حضرتك ليك وحشه كبيره جدا بجد، ولازم تنورنا قريب بقى، ما جتلناش غير مره واحده، وشغل محترم كانت الدوره اللي فاتت بجد يعني، ويمكن احنا كنا حريصين دايما في 10 الصبح في الاهلي ان احنا نبرز ده فعلا لانه يستحق، المجهود يستحق. الفتره بقى المقبله ان شاء الله، وفكره هنا برضو يعني تقدم 700 شخص من الاعضاء عايز ان هو ينضم للجان، برضو دي نقطه اعتقد ايجابيه جدا. طبعا نوان صبح عليك انت وكريم، طبعا ان شاء الله نجيلكم قريب لما نسجل اللجان ان شاء الله، نتكلم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس انا احب الاول اقول لكم انه يعني طبعا الاول ان الواحد يعني تم اعاده الثقه فيه في اول جلسه لمجلس الاداره في دورته الجديده، فده مسؤوليه كبيره طبعا الاهلي، يعني ان الواحد يعدي جنب سور النادي الاهلي، انا بقول دي بتبقى حاجه شرف كبير لاي حد، ما بالك ان انت بتعملي حاجه، تعملي حاجة عمل تطوعي انت حابة تعمليه في مكان انت بتحبيه. لما حصل التكليف ده كان عبارة عن ان احنا انا مطالب ان انا احط لائحة للجان جديدة ونشكل اللجان. فاللائحة دي احنا فكرنا كنا من المرة اللي فاتت ان احنا نزود قاعدة المشاركة، فغيرنا في اللائحة حاجة مهمة جدا. خلينا اللجنة بدل ما يبقى قوامها 10 اللي هو رئيس ومقرر و8 بيخدموا على كل الفروع، فقررنا ان كل لجنه تبقى رئيس وكل فرع من الفروع يبقى فيه مقرر وسبع اعضاء، يعني بنتكلم على في اللجنه 32 غير الرئيس لما أيوة. الفرع الرابع يشتغل تقريبا يبقى كده العدد 33 اجمالي لكل لجنه في سبعه، يعني بنتكلم على 231 واحد ممكن يدخلوا النادي الاهلي يعملوا عمل تطوعي في مكان بيحبوه. حلو جدا. ويقدموا للنادي اللي هم عايزينه. فانا عشان افتح باب الاشتراك في اللجان خدت الموافقه على اللائحه دي الاول من المجلس، وما كنتش عايز اعمل المقابلات مع الناس لوحدي، فقررت ان اشكل اللجنه العليا الاول. فاخترت لجنه عليا فيها ناس كانت معانا قبل كده وناس جديده، وبسرعه كده هم عمرو غالب، ريهام طبار، سهى ابراهيم، حازم سلطان من القدام، ومعانا لاميه مختار ومحمد عادل الكويه من الجداد، عشان اقدر اقعد اقابل الناس وانا عامل لجنه ويبقى في شفافيه وفي اكتر من راي واحنا بنشوف الناس. احنا ما بنعملش انترفيوهات لحد، ما بنختبرش حد، احنا اعضاء نادي متطوعين وهم متطوعين، فبنقعد نتعرف على الناس بس ونشوف الناس تقدر تفيدنا فين، وبنعمل زي سكورنج سيستم كده بنشتغل بيه، وهو اللي بيفلتر الناس. الناس بالنسبه لنا اللي قاعدين قدامنا بمجرد رقم في شيت، ما بتعاملش مع اسماء ولا مع حد انا عارفه او مش عارفه. الناس اللي كانت موجوده في اللجان قدمت والناس الجديده قدمت، يعني ما فيش حد ليه اولويه على حد. جالنا 700 ابلكيشن، رحنا قلنا هنروح لكل الناس في الفروع، يعني اشتغلنا في الجزيره بقالنا دلوقتي 20 يوم، عملنا 150 ساعه مقابلات تقريبا، اشتغلنا في الجزيره حوالي 9 ايام، رحنا مدينه نصر 7 ايام، وبعدين رحنا زايد، خلصنا امبارح في زايد، فاضل لنا يوم السبت هناخد من تخلفوا عن الحضور في الثلاث فروع، وبكده نبقى خلصنا الفرز، ونبتدي بقى نقعد نشوف مين اللي هيبقوا رؤساء اللجان من الناس اللي موجوده معانا اصلا والناس الجديده اللي دخلت، ونفلتر بقى الناس ونشكل لجنه جديده ان شاء الله. ده كلام محترم جدا، وان شاء الله فتره يعني واعده وتحقيق فيها كمان الافضل من اللي فات ان شاء الله، احنا واثقين فيكم جدا يعني باشمهندس وليد، شكرا ليك جدا جدا.
ربنا يخليك. تحيه للبشمهندس وليد مبروك. انا ما رضيتش بس ايه اقطع استرساله، بس هو عايز اقول ان هو من الشخصيات المحترمه جدا الحقيقه، ولازم نتوجه ليه طبعا بكل التحيه وبكل التهاني كمان، لان هو عاملين شغل اكتر من ممتاز، سواء هو او رؤساء واعضاء كافه اللجان، من الناس اللي بتشتغل بحب وبدأب وباصرار وعشقه للنادي الاهلي الحقيقه واضح جدا حتى من خلال الفيسبوك، يعني ما بيتكلمش ايه حياته النادي الاهلي باختصار. أيوة. فطبعا تحياتنا. احلى حاجه فعلا تلاقي ان انت بتعمل زي ما البشمهندس وليد بيتكلم، انت حاجه بتحبها. صحيح. وبتشتغل يعني متطوع فيها في اي حاجه، يعني اي شكل باي شكل كان، فدي صحيح. بتعملها. بص لما بتحب الحاجه بتبقى مختلفه. صحيح. اللي بيحب صحيح. حاجه فعلا وبيشتغل فيها، يعني بيحب شغلانته غير اللي ما بيحبش شغلانته، هتلاقي ادائك مختلف تماما، روحك مختلفه، طاقتك مختلفه. فيعني تخيل انت تنتمي لكيان كبير وبتشتغل فيه بحب، وانت مش عايز اي حاجه. خلي بال حضراتكم زي ما انتم عارفين ما فيش اي مقابل مادي، ما فيش الكلام ده. فالواحد بيعمل ده لان هو متطوع، هو حابب ان هو يعمل ده. بالمناسبه هتلاقي مفيش مره هتروح النادي غير لما هتلاقوا باشمهندس وليد موجود. صحيح. في اي صحيح. وقت، وفي نفس الوقت ناس كتير جدا من اللي جايين ربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله. امين يا رب. طيب.